ليفربول قعد يفاوض روميو لافيا اكتر من شهرين، وقيس فجأة نمنا وصحينا لقينا ليفربول داخل في موسيس كايسيدو ورايح يدفع 110 مليون لبرايتون عشان ياخد موسيس كايسيدو، فراح تشيلسي واخدنا موسيس كايسيدو وروميو لافيا. قلنا خلاص خدوا كايسيدو وخدوا روميو لافيا، احنا نازلين نلعب مباراة راجل لراجل، ويلا بينا ايه بقى نلعب المباراة ونكسب الماتش في الستامفورد بريدج، علشان لعيبة زي كايسيدو زي روميو لافيا يقول لك لا ده مشروع ليفربول اقوى، مشروع ليفربول اجهز، مشروع ليفربول ممكن يكون مميز لينا اكتر، وييجوا ليفربول فليفربول يتعادل مع تشيلسي في الاستنفورد بريدج، وفي ظل انت بتحاول تكسب المباراه يورجن كلوب بيخرج محمد صلاح في اخر ربع ساعه. جه في حلقه النهارده علشان نتكلم عن مشاكل ليفربول وعن مشاكل يورجن كلوب واداره ليفربول، وازاي نحل المشكله الكبيره جدا اللي احنا واقعين فيها دي، وكمان هنتكلم هل ليفربول ممكن في المباراه اللي جايه ومع مرور الموسم يتحسن وشكله يبقى افضل، ولا ليفربول هيغرق اكتر واكتر وممكن السنه دي نشوفه موسم كارثي اكتر من الموسم اللي فات. هنتكلم في كل حاجه عن ليفربول في حلقه النهارده، فبنخش في اي حاجه انزل اعمل لايك شير وسبسكرايب وفعل الجرس علشان يجيلك الحلقات اول ما تنزل على طول، ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. اهلا بيك يا وجاي في حلقه جديده من برنامج القهوه، وحلقه النهارده هنتكلم عن ليفربول ومشاكل ليفربول ونوعا ما ازاي نحلها. تعالى في البدايه نعدد مشاكل ليفربول، هل ليفربول مشاكله كبيره ولا مشاكله صغيره؟ هو ليفربول مشاكله مش كبيره على مستوى اللي هو ايه انا محتاج مثلا مهاجم وينج ونص ملعب ومدافع وحارس مرمى ومحتاج فريق، لا هو ليفربول مش محتاج كده، ليفربول محتاج بعض اللاعبين علشان يفضل في مستوى مميز، يفضل في مستوى كبير. يعني مثلا ليفربول راح اشترى في بدايه الميركاتو ماكاليستر وسوب سلاي، وقلنا خلاص ليفربول ماشي على خطى الفريق المميز. ليه؟ لان هو اساسا راح مشى اكتر من 6 لاعبين من نص الملعب، راح مشى ميلنر، راح مشى تشامبرلين، مشى نابي كيتا، مشى فابينيو، مشى هندرسون، ولسه بيدور على بيعه كمان لتياجو الكانتارا. فانت بتخرج 5 أو 6 لاعبين عندك من القوام الاساسي، فبالتالي لازم تعوضهم، لازم تعوضهم، لان انت مثلا جيت في نهايه الميركاتو خرجت فابينيو، فابينيو ولا سنه ولا مستواه ولا طريقه لعبه ولا حتى ان هو او اسوأ مواسمه او اسوأ مستوياته اكيد هيبقى مميز في ارض الملعب مع ليفربول، رحت بعته للسعوديه وفي نفس الوقت معوضتوش، ما جبتش حتى لاعب في ربع مستواه، فانت بالتالي انت بتعمل ايه؟ جون هنري بيفكر في ايه بعد ما مشى هندرسون وبعد ما مشى فابينيو ومعوضش الاثنين؟ هل بتفكر ان مثلا بندوك والي واليوت وكيرت جونز هم دول اللي هيبقوا مفيدين لليفربول الفتره الجايه؟ هم دول اللي يشيلوا ليفربول الفتره الجايه؟ اكيد لا، اكيد لا. ورحت جبت سوبسلاي وماكاليستر، ماكاليستر اللي في مباراه امبارح مباراه تشيلسي انت بتلاقي ماكاليستر متاخر قوي في ارض الملعب، انت المفروض جايب ماكاليستر وجايب سوبسلاي علشان في لاعب نمره 6 وراهم يحميهم الاثنين، وتخلي ماكاليستر وسوبسلاي يتقدموا للامام يعملوا زياده العدديه في المنطقه الهجوميه. ولكن انت في مباراه امبارح ضد تشيلسي في اول مباراه في البريمير ليج وحتى المباراه الاخيره في البري سيزون انت لعبت ماكاليستر نمره 6 قدام سوبسلاي وجاكبو، جاكبو في طريقه غريبه، في لعبه غريبه بتلعبه طريقه، يعني انا ما اعرفش دور جاكبو ايه، قاعد بفرج امبارح على ماتش تشيلسي مش عارف دور جاكبو ايه، جاكبو بيلعب ايه، ايه دور بجاكبو؟ لاعب نمره 8 متقدم، لاعب بيلعب في انصاف المساحات، لاعب بتضم المهاجم ثاني جنب جوتا او جنب نونيز، دور جاكبو ايه؟ محدش فاهم. طب بلاش دور جاكبو. ماكاليستر من اميز اللاعبين امبارح في مباراه تشيلسي، من اميز لاعبينه ومن افضل اللاعبين امبارح، ولكنه متاخر قوي على مركزه الاساسي، متاخر جدا على الطريقه اللي المفروض يلعب بيها، متاخر جدا في ارض الملعب عن المكان اللي المفروض جاي ليفربول علشان يلعب فيه. فانت بالتالي مشاكلك كلها هتتحل لو جبت لاعب نمره 6، جبت مدافع، وممكن كمان لو جبت باك ليفت، سواء مدافع اشول يلعب مكان روبرتسون في الطريقه اللي انت بتحاول تطبقها في ارض الملعب اللي انت تلعب 3 2 2 3، او تجيب باك صريح، باك ليفت صريح يلعب مكان روبرتس، لان روبرتسون بقى سيء جدا مش عارف يلعب واجبات مركزه حتى. طب تعال اقول لك مشاكل ليفربول، طب دي مشاكل ليفربول اللي هو لاعب نمره 6، طب لاعب مدافع وتحاول كمان تعمل ده، تجيب 2 تجيب 3 في نص الملعب فتحاول تعمل ده. طب تعال اقول لك ايه الحلول اللي ممكن ليفربول يفكر فيها في الايام اللي جايه. انا عندي بس سؤال لجون هنري بسيط قوي، انت دلوقتي واحد معاك 120 مليون تقدر تروح تجيب بيهم لاعب وتجيب بيهم لاعب نمره 6، ليه ما دخلتش في كايسيدو من اول يوم؟ عنده سؤال بجد، لما جرت الحرب عليه
من يونايتد ومن تشيلسي ومن ارسنال ومن معظم فرق الدوري الانجليزي، ليه ما دخلتش خلاص طالما انت معاك الفلوس؟ وخلاص بقى انت معاك الفلوس ومحتاج اللاعب، فانت خلاص خش خلص معاك برايتون. انت بتبدا متاخر جدا لدرجه ان انت رحت كلمت اللاعب، اللاعب قال لك لا انا خلاص متفق مع تشيلسي. انت جيت تكلمني دلوقتي؟ جيت تكلمني بعد ما خلاص كتفت ورقي وظبطت دنيتي مع تشيلسي ومستني بس ان تشيلسي يوصل اتفاق مع برايتون؟ وقد كان كايسيدو طار من، انت دخلت في كايسيدو في ليله برايتون، دخلت كلمت برايتون، برايتون وافق. لما رحت كلمت كايسيدو، كايسيدو قال لك لا انا متفق مع تشيلسي. طب بلاش كايسيدو، روميو لافيا. روميو لافيا انت المفروض بتفوض اللاعب بقالك شهر ولا شهر ونص، عمال تقول لا 40 لا 45 لا 44 لا 46 لا 48 وثاو سامتون بيقول لك 50 مليون، ومش بيقول لك 100 مليون، بيقول لك هات 50 مليون. ودلوقتي لو رحت لثاو سامتون وقلت له طب هديك 48 ونص، يقول لك لا يا حبيبي معلش، هات بقى 50 مليون، هات بقى 65 مليون، انت معاك 110 مليون، كنت اجيب كايسيدو، فين فلوسك؟ وبالتالي كايسيدو طار منك، وبنسبه كبيره روميو لافيا برضه هيطير منك، هيطير منك. هتفكر في مين؟ هتجيب مين نمره 6 دلوقتي؟ قول لي مين متاح في العالم ككل يلعب نمره 6 في ليفربول الايام اللي جايه؟ سمعت اخبار ان ليفربول بيفكر في بالينها، بالينها لاعب وسط ملعب فولهام، بيفكر في بالين. طب هل بالينها هيجي هيبقى مميز في ارض الملعب؟ هل ده اللاعب نمره 6 اللي ليفربول بيبقى حاطط اماله عليه، سواء روميو لافيا او بالينها؟ مش عارف، مش عارف بصراحه، ما عنديش. طب مين المتاح في العالم؟ انا شايف من وجهه نظري طالما انت خلاص الدنيا قفلت قصادك وكايسيدو طار منك وروميو لافيا طار منك ومفيش حد تقدر تجيبه، روح جيب تايلر ادمز من ليدز يونايتد وخلاص، روح ادفع شرط جزاء 20 مليون وجيب تايلر ادمز. تايلر ادمز لاعب صغير بوتنشال ممكن يبقى مميز، وعمل كاس عالم مميز السنه اللي فاتت، ولاعب يعني عنده بصيص من امل وعنده بصيص من التطور، روح جيب تايلر ادمز. انت ما عندكش خيارات، خياراتك بقت محدوده جدا لان انت اتاخرت جدا عقبال ما فكرت تجيب لاعب نمره 6. انت فاهم من اول الميركاتو بعد ما جبت سوبسلاي وبعد ما جبت ماكاليستر وبعد ما بعت هندرسون وبعت فابينيو المفروض على طول كنت تتحرك وتجيب لاعب نمره 6، لكن انت ما عملتش كده. انت اتاخرت نفسك قوي 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 لدرجه ان انت كل اللاعبين بتتاخد منك، كل اللاعبين بتطير منك. طب عندي سؤال صغير، عندي سؤال صغير، سواء روميو لافيا او بالينها او ايا كان مين يجي يلعب دلوقتي نمره 6 في ليفربول، هل ده اللاعب اللي ليفربول المفروض يحط اماله عليه علشان ينافس بيه على البريمير ليج وينافس بيه على اليوروبا ليج السنه دي؟ يعني عندك مثلا مانشستر سيتي عندك رودري وعنده البديل بتاعه ناثان فيليب، طيب ارسنال عنده بارتي وعنده ديكلان رايس، طيب مانشستر يونايتد عنده كاسيميرو وكمان قرب يجيب سفيان امرابط، عندك تشيلسي راح جاب لك كايسيدو وراح جاب لك روميو لافيا، عندك توتنهام عنده هويبير، حتى نيوكاسل عنده بروني جمارش وتونالي، ليفربول عنده مين؟ طب انت خلاص كده قررت اللي انت هتلعب بالشكل ده وماكاليستر هو اللي يلعب نمره 6 وقدامه سوبسلاي وكاتبه؟ بالتاكيد لو انت بتفكر كده يورجن كلوب بالتاكيد ده غلط كبير، غلط كبير، غلط ذريع كمان. اللي انت جاي ماكاليستر تلعبه 8 متقدم فجاه بتقول له انت تلعب 6، فماكاليستر ولا هيأدي في 8 ولا هيأدي في 6 لان 6 دي مش مركزه. امبارح ضد تشيلسي ليفربول اللاعب اللي كان بيستلم الكوره في نص الملعب كان بياخد الدفاع هديه، ليفربول كارثي في المنطقه الدفاعيه. انت عندك ليفربول لعب في البري سيزون ما لعبش فريق كبير غير بايرن ميونخ ودخل فيه 11 هدف، متخيل الرقم؟ في البري سيزون دخل فيك 11 هدف، فده بالتالي باين المشكله، مشكلتك كبيره سواء على مستوى اللاعب المدافع او على مستوى لاعب نص الملعب. فانت لما عندك لاعب نص ملعب نمره 6 قاطع للكرات مميز بالتالي هيحمي دفاعك، مش هيخلي دفاعك يوصل له كور كتير، ولكن انت ما بتعملش كده، انت ما بتعملش كده، انت غارق في المشاكل وراضي بالغرقان ده وموافق عليه. يلا بينا، يلا بينا نفضل في هذه المشاكل وهذه الاشياء، ويلا بينا ايه نفضل في الدوامه. السنه اللي فاتت طلعت خامس، يعني من السنه دي لو فضلت بهذا الشكل هتطلع كام؟ هتطلع كام؟ فدي كلمتك على الاداره ومشاكل الاداره، تعال نتكلم شويه بقى على مشاكل يورجن كلوب في ارض الملعب اصلا. زي ما قلت يورجن كلوب بدا يالف كتير في الايام اللي فاتت. يورجن كلوب اولا بيحط لاعبين في مراكز مش مراكزها وبيحاول يعمل ادوار مركبه مع لعيبه ما عندهاش الفلكسبيليتي وما عندهاش المرونه ان هي تعمل الادوار دي. اكبر واحد على المثال ده هو كودي جاكبو. كودي جاكبو مهاجم او وينج شمال، هتجيبه بقى تلعبه نص ملعب 8 اصل 8 ونص اصل 9 ونص وتلعبه الكاي هافرتس في ارض الملعب، ده مش هياكل معاه، مش هيعمل حاجه زي امبارح. طيب يا عم ماكاليستر هيفضل ماكاليستر نمره 6 ومطفول في المركز ده، ولا هنقدمه شويه لقدام ونستغل قدراته المميزه في الناحيه الهجوميه سواء يصنع فرص لمحمد صلاح او لويس دياز او جوتا او نونيز او كل اللعيبه دي؟ يورجن كلوب لازم يقعد قاعده مع نفسه كده، قاعده مع نفسه ويفهم دنيته. وقفه كبيره مع مشكله محمد صلاح في مباراه تشيلسي. محمد صلاح زي ما كله عارف وكله باين قصاده ان بعد خروج ساديو ماني بعد خروج فابينيو بعد خروج فيرمينيو بقى هو العقل المدبر لهجوم ليفربول، هو اللي بيصنع اكتر، هو اللي بيهدف، هو اللي بيعمل كل شيء، هو اللي بيعمل كل شيء في هجوم ليفربول من وجهه نظري في الوقت الحالي. فبالتالي محمد صلاح اهم لاعب في منظومه ليفربول دلوقتي، اهم لاعب في منظومه ليفربول دلوقتي. هل يعقل ان محمد صلاح يجي في الدقيقة
دقيقه 76 وتخرجوا في مباراه انت متعادل فيها ضد فريق من التوب 6 بره ملعبك، هل ده يعقل؟ طب ماشي انت بتتكلم وطلعت في المؤتمر الصحفي بعدها قلت ده انا محمد صلاح مهتم بالارقام القياسيه وانا مهتم بالادوار التكتيكيه. طب ماشي يا عم كلوب، ايه الدور التكتيكي المميز في ان انت تخرج محمد صلاح وتنزل بداله بين دوك او اليوت او ايا كان مين، ايا كان مين ايه الدور التكتيكي لما نزل حد من الاثنين سواء اليوت او بين دوك ولعب مكان محمد صلاح؟ هل حد فيهم سد مكان محمد صلاح؟ بالتاكيد لا، بالتاكيد لا. يعني محمد صلاح من اللاعبين اللي تطوروا بشكل كبير جدا، هو منظومه ليفربول، يعني هو منظومه ليفربول ماشيين مع بعض بالتوازي، فبالتالي هو اكتر لاعب في المنظومه مميز. فتخرجوا في مباراه انت بتعادل فيها في اخر ربع ساعه، هل ده يعقل؟ تخلق مشاكل لنفسك في ظل انت اصلا واقع في مشاكل. يعني انت يورجن كلوب وليفربول انت اساسا عندك مشاكل، فبتحط نفسك في مشاكل اكبر ليه؟ ليه محمد صلاح عايز يدور على الارقام القياسيه وعاوز يكمل الموسم السابع على التوالي بيسجل في المباراه الافتتاحيه مع ليفربول وكل الكلام دون، ولكن بعيدا عن الارقام القياسيه وبعيدا عن ان هو يسجل الموسم السابع على التوالي وكل الكلام دون، انت امبارح كنت محتاج محمد صلاح في الملعب، انت امبارح كنت محتاج صناعة محمد صلاح، انت امبارح كنت محتاج هدف محمد صلاح بتاع الرقم القياسي اللي انت بتهتمش بيه، كنت محتاج ده، كنت محتاج صلاح امبارح. فلما تخرجوا في اخر ربع ساعه بالتالي خرجت تعادل، هو مش بس خرجت تعادل، انت كنت ممكن تخسر في الماتش امبارح لولا واحد لازم نقف عنده وقفه كبيره في ظل المشاكل اللي ليفربول غرقان فيها، كان ممكن يكون في حته تانية خالص لولا اليسون بيك. ظل مشاكل ليفربول اللي بتظهر بشكل متتالي سواء على جوده بعض اللاعبين الواضحه جدا او نقص الجوده بشكل عام في الفريق، بيظهر اليسون كحل استثنائي لتفتيت المشاكل نسبيا، واحد من افضل حراس العالم في المواجهه الفرديه، تقديره للموقف بيكون مناسب جدا وتدخله في وقت مناسب بيكون مؤثر جدا، تاثيره على النتائج واضح. فلو ليفربول مصنف انه في وضعيه سيئه فكان ممكن يكون في وضعيه اسوأ لولا اليسون. امبارح ضد تشيلسي بيعمل 3 تدخلات حقيقيه في اوقات صعبه جدا، قدر فيها يحافظ على نتيجه رقميا ويخرج بالتعادل امبارح، وحافظ على حظوظ خروج ليفربول من البريدج بنقطه. اليسون النهارده شال فرق الجوده في مباراه تشيلسي وشال عبء المباراه لوحده بعد ما قرر يورجن كلوب في لحظه ما يستغنى عن التهديد المطلق خرج محمد صلاح. فدول أليسون بيكر كان ليفربول بقى في مهاب الريح. طب المشكله الدفاعيه، مين هيحل المشكله الدفاعيه؟ عندك حل ان انا سمعته يعني والاخبار اللي بنسبه كبيره خلاص ليفربول بيخلص مع ايناسيو مدافع سبورتنج لشبونه، ده مدافع اشول بنسبه كبيره يجي يلعب مكان روبرتسون علشان لما الطريقه تتحول في وقت الحيازه بثلاثه ورا فان دايك وكوناتي ويبقى معاه ايناسيو تاني يبقى شكل مميز اكتر، شكل دفاعي اقوى اصلب بعد ما انت قررت تلعب بالطريقه دي، مع ان الطريقه دي يعني نوعا ما ما اتطبقتش امبارح، كنت مطير الاثنين الباكات سواء ارنولد او روبرتسون، ولكن انا متوقع في المباراه اللي جايه ليفربول هيحاول او يورجن كلوب هيحاول يرجع للطريقه اللي بيلعب بيها في البري سيزون ويدخل ارنولد قلب الملعب ويحولها لثلاثه في الخط الخلفي. فليفربول مشاكله واضحه، مشاكله واضحه ليورجن كلوب، مشاكله واضحه للاداره، ولكن لا تحرك حتى الان. هل ليفربول الايام اللي جايه يتحرك ويروح يجيب روميو لافيا ويجيب لاعب نمره 6 مميز جدا وكلاس اي او حتى كلاس بي علشان تقدر تنافس لفرق زي سيتي وارسنال ويونايتد وتشيلسي السنه دي، ولا هتلاقي ليفربول بيروح يجيب لاعب نص لبه واداره بتقول لك خد اللاعب ده وسكت نفسك ويسكت الجمهور بلاعب اي كلام علشان ليفربول السنه دي يقدم موسم كارثي برضه دون؟ مش عارف، انا ما عنديش اجابه ليه تماما. ممكن تقول لي اجابتك انت في الكومنتس وقول لي توقعك، هل ليفربول قادر على الرجوع تاني في الفتره الجايه ومع مرور الموسم ممكن تلاقي ليفربول بيرجع تاني لمستواه وبينافس على الدوري وبينافس على التوب فور، ولا ليفربول مش هيجيب حد اصلا صفقات تاني ومش هيجيب لاعب مميز وهيوصل لمرحله ان هو يخرج للتوب فور للسنه الثانيه على التوالي؟ قول رايك في الكومنتس وقول توقعك كده على جنب برضه، هل تتوقع ان يورجن كلوب يكمل الموسم مع ليفربول في ظل الاشياء الغريبه اللي بيعملها ولا ممكن ما يكملش الموسم؟ قول لي برضه رايك في الكومنتس، ولو حالك بيتك برضه اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان الحلقات اللي جايه تجيلك اول ما تنزل على طول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي على كل منصات السوشيال ميديا فيسبوك وتيك توك وتويتر وانستجرام هتلاقوه في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.